نعم محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم فإنه يجوز له أن يفعلها، يجوز له أن يفعلها، لكن تلزمه الفدية. الحقيقة أنه إما أن يضطر لها لحاجته هو أو لأمر عام، فإن كان لحاجته هو كحكة تصيبه فيحتاج أن يلبس اللباس الداخلي أو نحو ذلك، فإنه يباح له ارتكاب المحظور لكن تلزمه الفدية. أما إذا احتاج إليها واضطر إليها لمصلحة عامة كأن كان جنديا محرما فشب حريق فاحتيج إليه ولابد أن يلبس الملابس الخاصة، فإن يجوز له أن يلبسها، والراجح من أقوال العلم أنه لا فدية عليه لأنه لم يلبسها لمصلحة نفسه وإنما لبسها لمصلحة العامة.